كاين شيك طيب. السلام عليكم شباب، اليوم بنشوف طبعا احنا خلصنا الدي ال سي الاول، خلصنا الدي ال سي الثاني، اعتقد الان عندنا الدي ال سي الثالث. قاعد افكر اشوف ايش في اشياء ناقصة قبل ما نروح لها. طبعا انا في التختيمة هذه بشكل عام ما راح اغطي كل حاجة في اللعبة اكيد يعني، فبمشي وبروح اللي اتذكره يعني. طبعا عشان نروح للدي ال سي الثالث مكانه اعتقد في وينتر شراين اوف وينتر اتوقع. شرانا في وينتر اتوقع انه هنا. يب طبعا تحتاج المفتاح هذا، هذا مفتاح ال دي ال سي الاول، هذا الدي ال سي الثاني، وهذا الان الدي ال سي الثالث فروزن فلاور. دقيقة مو هنا صح؟ لا 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 مو هنا مو هنا مو هنا، لا 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 مو هنا، لخبط. خليني ارجع بسرعة، مش هنا. صراحة من كبر اللعبة الواحد صار يتلخبط فين يروح فين يجي. يعني تخيلوا ان دارك سولز 2 عبارة عن تحتوي على اكثر من 40 زعيم. تخيل 40 زعيم، يعني ما اعتقد في اي جزء من دارك سولز يحتوي على الكم من هذا الكم هذا من الزعماء. طبعا اكثر من 40 زعيم بالاضافة لزعماء الدي ال سي طبعا. هنا مكان الدي ال سي الاخير. وهذا الدي ال سي الثالث الغثيث والمتعب جسديا وعقليا كل شيء. لكن احنا بنسوي اللي علينا. طبعا زي ما قلت انا ما راح اغطي كل شيء لانه لا اريد ان افقد عقلي. فبراحتك تبغى انت تستكشف اللعبة بالكامل، تبغى تشيك على ايتمات انت حر، لكن انا بغطي الاشياء اللي اعرفها واللي ما ابغى اروح لها. بإمكانك انت تشيكها بنفسك. طبعا خلينا نسوي ريست.
طبعا تهددنا تقول له ارجع، لا ما راح نرجع، دافع فلوس انا. قال ارجع، قال طبعا بامكانك من اول ما تروح الديلسي بامكانك تخش على زعيم، لكن كنصيحة لا تسوي كذا ولا بتتصفق لين تخرج عيونك. فالافضل تاخذ لك لفة سريعة على الديلسي، تستكشف، تاخذ فكرة عن المنطقة بشكل عام، ومن ثم تروح. طبعا انا جالس اسوي صفر دمج، ما ادري ليش. كم اللي بلي انا؟ 168. هولي طبعا ما انصحك انك تيجي للDLC هذا وانت اقل من 150 ليفل، لانه الDLC هذا شيء كذا مختلف، شيء مختلف، شيء غثيث، شيء يعني يفقع القلب. طبعا انا جالس اتحلطم كثير، لكن بصراحة من حقي، لاني اول ما جيت للDLC هذا بصراحة خرجت عيني، شيء لا يصدق. طبعا انا ليش قاعد ارميسهم؟ ليش قاعد ارميسهم؟ فضل اروح. طبعا مقفل، ما يمديك تجيله الآن. خلينا نشوف هذا بيخلص. نحط ماجيك.
منطقة جدا ما هي سهلة. يعني أنا أوريدي صرفت كثير من الأسس، هذا الشيء ما أعتقد أنه حصل لي في بقية الديلسيات. يعني تول خطوتين كذا لو 5 أسس، هذا غير اللايف جيم. ما في شيء هنا، طبعا في تشيستات مجمدة ناخذهم في وقت آخر لين نتقدم شوية في الديلسي. في ايتم هنا، انا قد جيت هنا قبل كذا اعتقد. دارك لوتش رينج، طبعا تحتاج ريبير باودر في المكان هذا.
طبعا صوتهم يموتون مضحك. طب ما يطلع عدونا هذا. طبعا نقعد نجمع 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 ايتمات رغم اننا ما راح نستخدمها، لكن وظيفتنا اننا نلعب اللعبة. طبعا في هذا توقع تولع تورتش، خلينا نولعها. وات وين راحت؟ اتوقع اني ما اقدر اولعها الان عشان العاصفة. إذا نجي لها بعدين. طبعا راح انهي الفيديو هنا ونكمل ان شاء الله فيديو اخر.